حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا من الرابح هنا مع الأمتار الخطيرة مع الأمتار النهائية الحصان حواس الله 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 من الرابح بهذا الانطلاق الحصان 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 غير إلى هذا الناموس الغالي ليهدي السلام لحمد بن جابر بن ناصر البريد المري علي بن محمد وش سلالة الحصان حصان بيه حصان كاميرا وما من تسك أول مشاركة له رسمية في هذا الموسم خامس اشتراك له وكلها سك ماذا قل هزيمة الشوط الأول اليوم كيف شفت الشوط الإنتاج؟ صح الشوط من المقام إلى النهاء كله ضغط وأعصاب هالقصة كيف كان مسار في الشوط؟ قام ورا ولا متأخر؟ قام المقدمة الحمد لله توافق نعم وكم شوط خدت اليوم؟ خذنا شوطين الشوط الأول الرئيسي قدان وخذت بكرة عندنا الشوط السابع على شاين من طريبين هذا أول بركة شاين بعيركم اللي كان يركض؟ صحيح اللي كان يركض ومنافس على الأشواط الرئيسية ومنافس على السيارات ناموس الإنتاج سواء الحصان ولا بنت شاهين إيش يعني لك يا علي؟ يعني شيئين كثير هذا بروحه ناموس غير علي كم مطيع عسفت السنة هذه؟ اللي عسفته كلها سبك تقريبا كم؟ اللي سبق منها الحين اليوم مطيتين كم مطية جبت الموسم؟ الموسم؟ السباق ولا لا؟ الموسم المطية اللي تروح حقايق كم اللي جودتها العام؟ 15 طلعت منها ثين؟ طلعت منها كلها سبك إن شاء الله الله يوفقك يعني الإنتاج طيب إنتاج طيب وفي حشوان وعد شاركتها تشوفنا إن شاء الله نعم استعدادك لهذا الموسم بشكل عام استعداد إن شاء الله استعداد قوي إن شاء الله ونبشرهم إن شاء الله بالأمة الزينة هذا الفوز لمن تهدي هذه لها شعار خبير مضمرين ولا والدي محمد بن ناصر الطربي